قام الطيران الروسي بقصف هذه القرية الآمنة التي لا يوجد فيها مسلحين على الإطلاق، لا من الجيش الحر ولا من جبهة النصرة ولا من أي فصيل إسلامي كان، وبيوت مدنيين أكثر من 10 أو 15 منزلا هدمت فوق رؤوس أهلها، ولكن بفضل الله وبتقدير الله لم يكن هنالك إلا إصابات في أطفال وإصابات طفيفة كانت هذه الإصابات. ولكن أقول لك يا بشار، بإذن الله سنطأ رأسك، بإذن الله سنطأ رأسك، بإذن الله سنطأ رأسك. أحمد البطوة رسالة إلى مراسلة الجزائر.